فوالا زغروتا. واخيرا كان الحظ النجم نلمو سيسي نلمو مع بعضنا في نفس البلاتو سمير لوصيف وفوزي بن قمره، زوز فنانين شعبيين كبار فرحانين برشا اللي انتم معنا الليله. الحمد لله. مرحبا سي فوزي. مرحبا بك لاله، مرحبا بالساده المستمعين الكل، مرحبا بالكيف الكل. نعم. يعطيكم الصحة. أم السفساري بنت الحي، عرض شفناه في بنزرت، شفناه في بلايص أخرين، ولكن نهار 25 باش يكون على مسرح كارتاج، عرض كبير فيه برشا غناء برشا جو، تنظيم رياض بودينار. فرحانة برشا اللي انتوما معانا اليوم، كما تتلموا سيغ سين ديما في البلاتوات أول مرة يظهر لي باش نشوفكم الزوز مع بعضكم. فوزي كيفاش العرض، التحضيرات توا، بروفات كيفاش؟ عودة مش هي مش عودة، هو عرض تواصل، هو التواصل، عرض فرجوي مزيان حلو برشا. عرض بنت الحي ومس فساري، خليني نقول لك عودة بالماضي وحلة بالحاضر. وحلة بالحاضر. آه نعم. خاصة نحن كبرنا في التجربة، كبرنا في الـ في الـ في الـ في المدة اللي عديناها في الفن الشعبي بإذن الله سمعني، ولكن حبينا كما في 29 أوت حبينا نلموا ثلاثة أجيال يجوا يتفرجوا فينا ويستمتعوا باللي باش نقدموه بإذن الله سمع عليهم. ثلاثة أجيال عملوا في 29 أوت، كانوا ثلاثة أجيال من السن المتقدم من الوسط للصغار، فشفنا شفنا يعني خلطة عجيبة عجيبة وممتازة جدا. فبش يكون العرض يعني فرجوي شعبي، فيه اللحن والكلمة والأداء وفيه كل ما يحبه فيه الرقص عادة التونسة، يحبوا المزود ويحبوا الغنيات التونسية، فيه الرقص مزوز. نعم. فيه الرقص وفيه الديكور، فيه ديكور حلو جديد ما تشافش قبل. تشوف البيبان تاع تشوف يعني هتو نحكيو عليهم بعد شوي، البيبان تشوف بالتفصيل الزمن الجميل. نعم. الزمن الجميل جوست فرجوي فيه كل شيء كما قلت لك، فيه اللحن، فيه الكلمة، فيه الأداء، فيه الأغاني اللي حبوهم تاع 30 سنه التالي، اللي جران شي دافر اللي قعدوا 32 سنه التوا يحبوهم الناس ويطلبوهم والتوا يعني يحبوا يسمعوا كان اغاني هذوك. نعم. سمير لوصيف، مهم جدا ان نلقاو غنياتكم انت وفوزي محفوظين من كما كان يحكي 3 جينيراسيون من الجدود، تلقى البو والام وتلقى اطفال زاده اليوم يحفظوا غنيات فوزي بن كاميرا وسمير لوصيف. الحمد لله، هذا لا شك فيه. فوزي بن قمره شو نقولوا نحن بعد على الميدان ما يعادل على 19 سنه كرجع مازال فهمتي، مازال ناس تسمع له، ناس تروح له، ناس تشيخ معاه، وهذا الشيء اللي خلى فهمتي جمعنا مش المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه حتى في خارج ارض الوطن وخدمنا والحمد لله، وكانت كل عروض فهمتي ناجحه، خاصة عملنا وخدمنا في العرض فهمتي بنت الحي ومس فساري، كانت حاجة بالحق تحس حاجة تونسية بحتة حرة فهمتي، الناس شيخت، ناس عملت جو، ناس شطحت، ناس فما اللي اشتح فما اللي بكى فهمتي، عندنا عديد من أصناف من الأغاني اللي فيهم شجن، فيهم شجن. كي تلقى جوابتي ولا تلقى يميمتي الغالية ولا الغنيات اللي يحركوا شوية من المشاعر وفي نفس الوقت من الغنيات الأخرين أغاني اجتماعية اللي كل واحد يقرحوا فيهم يعني. فهمتني، فما بعض من الأغاني تحكي على فهمتني وضعنا، مش وضعنا فهمتني، في تلقى بين مرأة وراجل فهمتني ما تفهموش فهمتني، نحن خدمنا كل الألمات فهمتني، وكل حد شنية يلقى وين يلقى مشتوين فرشتو فين فهمتني، والحمد لله وإن شاء الله ربي يوفقنا بور لو 25. باش تكون حفلة مميزة جدا وباش تبدل فيها برشا حاجات مش كيما عرض عم ناول، باش تكون برشا مفاجآت باش تصير فيها. هو العرض هذا اللي عم ناول شفناه زاد على مسرح كارتاج 29 أوت كيما كنت تحكي فوزي كيف كيف مع رياض بودينار، وكان زاد عرض ناجح برشا. فكرة أن العرض يتسمى باسم أم السفساري وبنت الحي، شكون منين جات الفكرة فوزي؟ والله هو الاصل فكرتي انا ورياض خاطر كما كنت نحكي مع الاستاذ شاكر، كنت معه انا في الاسابيع الفارطه قعدنا نشوف شكون الزوز اللي باش يكملوا بعضهم. فقال لي شكون مع شكون تفهم، قلت انا نفهم مع ناس كل كل صراحه يعني كنا كل اخوتي وفنانين كل اصحابنا واصحاب سمير وخيالنا كل، سواء كان من الجيل القديم اللي تعلمنا عليهم وقاعدين ناخذ عليهم في المشعر، سواء كان في الجيل الجديد. فش نسميه العرض، قعدنا ورقه وستيلو، وش نسميه قال لي
شقالك في بنت الحي يوم السفساري؟ قلت هذيك هي، هذيك هي ومشيت هكاك، مشيت هكاك فوالا. وهذيك هي وكان عرض ناجح. نعم. عمناه وشفناه في بنزارة السنة زادة عرض ناجح بالكدا. نعم. وجديد السنة شفنا الأبواب، باب سعدون، باب بحر، باب منارة، باب الجبلي. شنو يمثلوا في العرض هذايا؟ علاش اخترتوا أنه العرض هذا يكون بالأبواب نتاع مدن تونس العتيقة؟ والحاجة الربط، لما انت ربط باب جديد، باب ربط باب السويقه، باب العسل. تونس كانت قبل ليبوك كانت كلها بيبان. كانت في الوقت هذاك في عهد الاستعمار كانت تسكر البيبان هذيك. يحب يقول الفكره في حد ذاتها فهمتي كانت فكره ممتازه ومميزه جدا، ما كانتش تخطر حتى على بال البشر. كانت تونس العاصمه كانت بيبان تسكر، باب بحر كانت قبل في عهد الاستعمار كانت تسكر البيبان ذيك، ما كانتش تتحل. واللي جاي من بعيد يستنى حتى الباب يتحل الصباح. اليوم تبارك الله تحلت البيبان في مهرجان كرفال. واو شكونك باش نعيش، واو الرمز بتاعنا. نعم. وهذا تقاليدنا وهذا عاداتنا، كيفاش كنا نعيشوا قبل. وجات الفكره حلوه فهمتني، وان شاء الله هذاك تاريخنا. والفكره فكره حق نتاع ربي، فكره الاستاذ رياض بودينار. هو اللي وكانت باش تكون خيانه في اللسان، ربما باش تشوفهم نهار جمعه خيانه وشويه كباش هكا العربي الحلوين مش تنطيح مع الديكور كله يوحي للاسم العرض. يعني اسم العرض ما تجيبش تقانا في كساوي وكرافاتات لا لا لا، اسم العرض سفساري يوحي اللي كان هو ديجا ام سفساري كل شيء. البنت الحي وبنت الحي كنت بنت جبل الاحمر، بنت باب سيدي عبد السلام، بنت الحلفوين، بنت بنت بنت. يعني الجو كله، المناخ كله ماكش باش تلقى فيه حاجة مغايرة تماما، حاجة من ديكار، من لبسة، من البارير باش يكون مصاحب لينا زادا، مصاحب الأستاذ سمير كيف كيف زادا. الكل لابس لبسة عربي تقليدية، عرض فرجوي ماهوش عرض فرجوي. والعرض يبدأ من 10 متاع الليل، وياك تقعد ولا وياك تشد تليفونك ولا وياك تتكلم اللي بجنبك، ما تجمش نجم تصورك هاو بتليفونك، عندك الحق تصور هذاك، عندك وقت رواح خطر من 10 متاع الليل للنص الليل. و بسم الله ما شاء الله. نعم نعم، فوتوا شوي، ممكن فوتوا شوي ان شاء الله، فوتوا ان شاء الله. احنا مسرح كارتاج، احنا والجو، احنا والجو. اي خطر احيانا معاش الوقت يحكم فيك، الجمهور هو اللي يحكم فيك، يشدك الجمهور كها. واذا كنت تلقى تفاعل تجيب تسكر عليهم وتمشي وتخليهم. احنا نلقاو التفاعل باذن الله سامعين في كل الجهات وفي كل المهرجانات، لكن كارتاج بصفه خاصه يعني عنده ميزه خاصه. حتى كان اذا كان هو مش المهرجان، ولكن مسرح كارتاج عنده هيبته وعنده. نعم. طبعا ما لا شك فيه، مهرجان كارتاج حلم اي مطرب عربي او مطرب عالمي باش يجي لتونس يقف على مهرجان كارتاج. خاطر مهرجان كارتاج لو عنده ميزه حتى على المسرح نحكيو افاق المهرجان. احنا اليوم في المسرح تقف انت ستسان في مسرح كارتاج تلقى انت 10,000 قدامك، راهو شيء رهيب. فهمت بعض من المطربين وفهمت الناس فهمت عندها خبره كبيره يوصل لك مهرجان كارتاج ذا ويقف يصير له تراك بالطبيعه مهما كان مهما كان فهمتي قوت ومهما كان فهمتي يشوف الجمهور ذاك الببليك هذاك فهمتي الناس تستنى فيك شنو باش تعطي شنو باش تضيف شنو باش يصير فهمت تصير تراك برشا صار لهم تراك تكوانسه بالطبيعه هذايا الهيبه نتاع مسرح كارتاج. هاجر الحاجه اللي تميز العرض نتاعنا هو اللي احنا باش نغنيو اغانينا. كل واحد باش يغني انتاجه يعني فهمت، مانيش باش ناخذ انتاجات الناس كل الاخرين. كل واحد باش يغني اغانيه. شنو تقصد؟ وان شاء الله لا والله ما نقصدش العرض اللي قلت لك اللي يميز الليله هذيك الممتازه تبارك الله عندكم اللي الناس باش تحكي على اكثر من 30 سنه اللي هو تنجم تقعد تغني. وهذاك علاش هو هذاك علاش الناس باش تستمتع باش تجي باش تروق باش تسمع الاغاني هذوكم اللي تربيت عليهم. كما تسحر عينيك، كما ميمتي الغالية، كما بيت الحي، كما الدنيا بخوت، جواباتي، أم سفساري، الحاجات كما قلت لك بليك الحلوة اللي تربوا عليها مش يجوا يسمعوا نارتها. حتى حاجة راسخة في 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 صحيت في 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 أذهانه في أذهان العباد فهمتني. اللي ما يسمع فيها في سي دي ولا في كاسات اللي ما حبي يتفرج فيها لايف يشوف لايف من عند الفنانين هما اللي صنعوها وما لها واللي تعرفت بهم الساحة. توا عندي سؤال، أنا مثلا ما تفرجت ما مشيتش ما حضرتش في بنزرت، إن شاء الله نحضركم في كارتاج. شكون عملتوا ترتيب؟ شكون الأول شكون الثاني ولا عرض بعرض؟ فيش صارت لا ولا أسمع أول حاجة كان فهمتي كانت لما أقول أكثر من إخوانا فوزي هدايا ما لا شك فيه الحمد لله الحمد لله فهمتي. قلت الكونسيبت اللي عملناه نحن في 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 كارتاج ما نعاودوش هنا في بنزرت. وبالمناسبه هذه نحب نحيي جمهور بنزرت العزيز. نعم. اللي تفاعل برشا معايا ومع فوزي وكانت سهره ممتازه جدا جدا نسقعت لبرا
بس قاعدة برا فهمتني. نعم. حفلة حلوة برشا فهمتني. نحن عملنا 100 حساب هم عملوا لنا 1000 حساب فهمتني بارك الله فهمت. حسين ونفا مي نجل الترتيب معنا في الاخر كيفاش كيفاش انا عم بفرنسا راباي بالقرعه معناها عملت والله والله قال لي كيفاش قال لي دخل الرياض قال لي فوزي شكون يغني الاولاني قلت له اللي باش يكتب يكتب قال لي سمير شنو نعمل قلت تعرفش كيفاش قلت فوق فلوس قال لي فوق مني فوق منه بياسه قلت نعمل شي لا فورمي كهو فرنسا راب واللي جات هكاك مشات هكاك ولا احنا ما عندناش شو لا معناش قسم مش متقاسمين لا بس مش متقاسمين احنا متعودين بكارتاج متعودين بالمسرح ومتعودين بال 12000 بال 15000 ومتعودين حتى ببرسي وحتى متعودين بال متعودين المشكله مش مشكله اهم حاجه هو التفاهم بيناتنا معناش ماناش نتنافسوا منافسه غير شريفه بالعكس نتنافسوا باش الناس تستمتع باش احنا نستمتع بالحضور باش نخرجوا افضل حاجه باش نقدموا افضل ما عندنا واحسن ما عندنا حتى يستمتعوا الناس اللي جاونا وحتى يعطيوا ثقتهم فينا خاطر ما نكتبش عليك استاذه هاجر العرض فيه طلبات كبيره برشا من العالم من القارة الأمريكية نتصور برشا توينسا في برشا إيش نقولك إن شاء الله نكونوا في قطر في أقرب الأجيال إن شاء الله بعد الصيف في سبتمبر أو في أكتوبر باش تكون عنا جولة في أوروبا باش تكون عنا جولة في أمريكا وفي كندا عنا طلبات كبيرة في العالم كله يحبوا العرض خاطر العرض كما قلت لك يعني مميز مثل تونس اللي تحن لها الناس نعم تونس نعم التسعينات وتونس نعم الثمانينات في آخرها والتسعينات نعم اللي هي نعم تقعد اليوم فنانين اللي كانوا نجوم الحقبة هذيك اليوم هم يعاودوا يرجعوا ونشوفوا غنياتهم حتى عند ناس اللي ما زالوا ما تولدوش وقتها ولكن اليوم يتفرجوا وخلطوا عليها وسمعوها وحبوها وساعات يحبوا الغنية وفما فنانين ما يعرفوهمش وما شكون لكن يحبوا غنياتهم من الجينيراسيون الجدد. انا نحب نعمل معاكم لعبة لفورمي لا مش لفورمي هذيا عندي غنيات لسمير لوسيف وغنيات لفوزي بن قمره واحد باش يغني غنيه الاخرى اللي انا نقولوا عليها اذا كان ما يطلبش المعونه من صاحبه يطلع رابح وفي الاخر نشوفوا شكون ربح شنو رايك مش مشكله انا بروبيست مش سهله نبداو بفوزي بن قمره تسحر عينيك تسحر عينيك رباني تسحر عينيك رباني تسحر عينيك وش فرع سلم واتيك رباني كاكا كاكا مشيت معك عندك نقطة ربحت ربحت هاي سي سمير لوسيف عبيب السويقة عالباب السويقة يا داريت الزين تندم ويا شرع الله عالباب السويقة يا ناريت الزين يا زين العرب والله برافو واحد واحد فوزي بن قمره يميمتي الغالية سنة ساعة ثم جوايز بطبيعة ثم جوايز ثم قولك في الاخر يميمتي الغالية يميمتي الغالية تيرارارارا يا عين من عيني تيرارارارا مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق الله الله ترى نوى في سمير جوابتي عملت لكم اغنيه الام والام يمي ما وانا ديما نصبر فيك الله رجع لك الكلمه النيمه وديما استنى فيك شوف مين واحد تو انت عند فوزي اثنين وثلاثه هنكملوا لازم امشي اربحوا كواي ايش لازيني على المر ترى لازيني على المر لازيني على المر لازيني نحمل ونعدي لازيني نصبر لازيني نحمل ونعدي لازيني نصبر الله تعرف انك تعرف رجعتوا اثنين اثنين تعرف انت اليوم من اقوى الزيميسيون في الراديو عمرها ما صارت هذيا ريت هذاك علاش انا قلت بكري تزغروت قلت صالية برا برا مش اي تو تحسب لك تحسب لك تحسب لي فوالا دونك العرض نتاعنا ام السفساري وبنت الحي فوزي بن قمره باش يغني لنا بنت الحي بنت الحي يا وغياني تكويكاي قمرة ذاي أنت نامي تندلاي لبياني تهتناي أنا غلا يا شر الله ذاك عود سمير لصيف أم السفساري أم السفساري محلى محلى قدها واللي ذاك ناري أشنوة أحمر أحمر قدها
والغنية الخامسة كل واحد فيكم. لا 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 ما تخليش في قلبي هنا نحب نسمعهم هذوما الزوز فوزي بن قمرة خلي يسمع كل العالم مانيش حابب نقولها خلي يسمع كل العالم وحي تنوض ماني والفضيل ماني نادم وليا ولاني يا دايما تنوض على بدا نعيش مقروح واخيرا خمسة والخميس عليهم سمير روسي خمسة والخميس عليكم شرنا بالصاد والعمى واللي لبسوط نحييكم غدين لنا احنا المشوار غدين لنا احنا المشوار برافو عليكم فيما محلاها كانت سمير رصيف وفوزي بن قمرة يغنيوا لبعض واللي حب يسمع البقية يجي لكارتاج دار جمعة إن شاء الله يسمع البقية يسمع الكل زيادة نهار جمعة في مسرح كارتاج فوزي بن قمرة سمير رصيف العرض الناس كل فرحانة وهذا اللي بالفايدة إن شاء الله نطلب من ربي الناس كل تجي ديجا في متناول الناس كل الحمد لله رب العالمين ومهم برشا انه الناس الغنيات نتاعنا اللي هي اليوم صحيح هي عندها 30 سنه ولكن ممكن نهار اخر هذوما غنيات التراث نجموا نقولوا عليهم مره اخرى في اعوام اخرى ولا مش تراث معش حاجه كلمه كبيره برشا باش سنوفي جران بليزير باش نتحطوا احنا في الكلمه في اما كما قلت كان اغاني حلوين برشا بصراحه مش يقعدوا في الذاكرة كبيرة برشا حتى راه حتى من زمن اللي قبلنا راه الجميل الملك هادي حبوبة وصراحة فرزيت زاد هذوكم عندهم دي حاجات حلوة برشا لكن الأغاني دوما نقول لك يعني باش يظلوا يعني في الذاكرة لمدة طويلة جدا لأنهم فيهم برشا صدق وكل فيهم الكلمة الحلوة وفيهم اللحن الحلو وفيهم الأداء الحلو بكل صراحة يعني هو فما العرض باش يكون بيناتكم زوز كل واحد البارتي نتاعه ولكن المفاجأة أثناء اللي فما أغنية باش تجمعكم الزوز مع بعضكم سيغ سين فوزي بن قمرة سمير رصيف شنو هو الغنية؟ لا ما نجمش نقول لك شنو خلينا مفاجأة إن شاء الله سربيز الناس الكل سربيز إن شاء الله تسمعوها غاديك مباشرة باش نعمل حدث يعني باش نعمل البوز إن شاء الله معناها غنية ماهيش بتاعشكم فتح حتى واحد فيكم؟ لا ما نعرفوش زي ما نعرفوش داكورد المنتج نتاعنا سي رياض ما يحبش يقول اما باش تكون يعني باش يكون ديو مزيان بكدا ان شاء الله باش يكون باش نخرجوا شويه على المألوف لكن باش يكون ديو مزيان برشا وباش يعجب الناس كل ان شاء الله انا بما انه عندنا عصفوره ساعات تجينا في هكايه في التليفونات ولا حد يتصل ولا بينا ولا يقترح علينا اقتراح فباقتراح فكره جاتنا من عند رياض بودينار باش نعملوا القرعه شكون باش يبدا الاول وشكون باش يبدا الثاني شنو رايكم مش نعمل قرعة هنا باش تعملوها هنا صار عطينا ورقة بيضة ومش نعمل القرعة شكون باش يغني الأول شكون باش يغني الثاني شنو رايكم والله ما ثم حتى إشكالية بالنسبة لنا فوزي فهمتني مش نعملوا قرعة حتى مش نعملوها هنا على المباشرة نعملوها على المباشرة الناس قاعدين يتفرجوا خلي غادي يخيب بصراحة غادي الدنيا سخانة وحلو والجمهور وكذا هنا باش نعملوها هنا موزدة مرة عملنا في حفلة سألنا الجمهور شكون يغني الأولاني والثانية بالحق الجمهور شنو يقترح اللي قال لي تحبوا كل واحد شنو يحب الناس كل تفاعلت فهمت فماش فرق بيني انا وفوزي فماش فرق الناس كل يحبوا مقترحوا خليك ما تحرش روحك خليك اعطينا السؤال ما تحرش روحك هذا المنتج نتاع العرض هو اللي يحب العرض يحب اي مش ما احنا زاد ما نشاروا في بعضنا خاطر جينا مباشره ما نشاروا في بعضنا ما يسالش هو هذاك احنا توصلنا ناخذوا بخاطركم اي نعملوا بعض انتم تحبوا تبدلوا ومن بعد صحيح يبقى غاديك في خاطر لما دي سيربريز تصير غاليك سيربلاس هاي برات عنا فوزي وعنا سمير باش نسكروا واليد البريئه شكون؟ تو نشوفوا ساره اليد البريئه عليها ساره تجي ساره تهز الورقه نخلطوهم الزوز مع بعضهم ونشوف شكون باش يغني الاول هذا المنتج قال لك هكا عصفوره ريت بربي عصفوره تبع فينا سيدي شنو تبع فينا؟ طولش علينا من هنا شنو تبع فينا؟ يالله شنو تبع فينا؟ هاكا خلط بالقداري توني بيه؟ سارة باش تعمل العرض هاي سارة هاي سارة يجي الكاميرا ما يسالش هنا هاي اختار ببنيتها مزوز وقول شكون الألف جي تطلع توا هو الأول بيه؟ هاي سيسبانس واحد اثنين ثلاثة الأول هو فوزي بن قمرة ثم سمير لصيف
فوالا مش مشكل هذيا شنو قالت القرعه تو بعد انتما الله وعلم تصرفوا مع بعضكم. يعطيكم الصحه. هو الاول ولا انا هو 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 هو, 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 هو العرض هو العرض عرضنا والله والجمهور جمهورنا والليله ليلتنا والمسرح مسرحنا بالطبيعه والحيوط نتاع كارتاج ستظل مره اخرى ان شاء الله اشتكتب الليلة هذه في التاريخ إن شاء الله كما كتبت الآلي اللي سبقت قبل اللي مسرح نعم. كارتاج نعم. باش يرقص على أنغام سمير نعم. لوسيف وفوزي نعم. بن غمرة نهار جمعة 25 نخلي لكم كلمة الأخرانية للجمهور للناس اللي تسمع فيكم. نبدأ بسي سمير لوسيف. والله نقول لهم جاو ومرحبا بالأخيان الكل من كل أصناف من كل الأجيال جيو باش يتمتعوا ويتفردوا شيخ وعائلات ما تسمعوا كان الغنية الباهية كان الكلمة الباهية وذاك بالفائدة الناس كل تخرج فرحانة كيما عم ناود شيء يفرح شيء يسر كي خرجت العباد فهمتي وكانت إذاعة موزايك كانت مواكبة الحدث وخرجت الناس كله فرحانة بالناس بالعرض وفرحانين كيفاش الناس تشاخد إن شاء الله تتعاود نهار الجمعة والناس كل تخرج فرحانة وذاك بالفائدة. شنو هو جديدك سي سمير في الفترة الجاية؟ والله في الفترة الجاية إن شاء الله حكيت فيه سيدي جا الموضوع هذايا أنا وخويا فوزي هلا عنا عمل باش يجمعكم الزوز معنا إن شاء الله بقدرة الله عرض وإلا أغنية لا أغنية أغنية إن شاء الله في العروض العروض القادمة في المدينة ديما أنا وفوزي إن شاء الله بقدرة الله. فما عروض أخرى وحدك؟ أخذ العروض أنا وحدي بالنسبة باش نكون صريح سنة في المدينة ركزنا على العروض الكبيرة هذه ركزنا على العروض الكبيرة على الحاجات الكبار كارتاج كبيرة فهمتي خاطر فهمتي صفاقس كارتاج بنزرت فهمتي حطيت ما يخالف ذلك ان شاء الله تكون في الاعوام القادمة كان حين ربي بخير وعشنا من دار الدنيا ان شاء الله على شلاف العرض هذا متمتعش به برشا 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 جهويات اي جهات جهات اخرى لابد فهمتي من حقهم زاد بالطبيعه تمشي لهم فهمتي باجه مستير قفصه جربة وغيرهم غيرهم غيرهم فهمتني الناس كل زاد عندها حق في العرض ذا باش تتمتع باش تتفرد وتكون فهمتني فرحة الناس كل إن شاء الله بقدرة الله إن شاء الله بقدرة ربي. وأنتي فوزي شنو فما جديد في الفترة الجاية؟ جديد إن شاء الله بإذن الله سمعني في أواخر سبتمبر ندخلوا الأولاد المكتب نرتاحوا ساعة من المكتب نعاود نرزية ومن بعد باش نعملوا كل عادة باش نعاود باش عندي أغاني أخرين جدد نيو إن شاء الله باش يكونوا في نوعية أخرى جديدة زادة مع المحافظة على آلة المزود اللي هي ها لكن بأفكار أخرى جديدة بموسيقى أخرى جديدة لابد أن نواكب العصر ولابد أن نواكب الأنماط الموسيقية متاع العالم اللي كل يوم نسمع فيه جديد مش هكا هكا بالطبيعة ولابد أن الأولاد اللي عملهم توا 12 سنة و10 سنين و9 سنين اللي قاعد يعرفوا موسيقى العالم كل نعطيهم زادة موسيقتهم موسيقى تقليدية لآلة المزود أوي أوي بالنسبة لي أنا عندي إن شاء الله بإذن الله سامعين من 26 لحد مهرجان عين سلطانة في لالة في قفصة كفاصنا نتوحشناهم نستناو فيهم بإذن الله سمعين 29 عندي نادي سبورتينج جربة في جربة إن شاء الله بإذن الله سمعين وإن شاء الله بإذن الله سمعين بشي يجمعني زاد عمل خارج الوطن أنا وأخويا وصديقي وزميلي وكما قلت لك العرض نتاع بنت الحي أم السفساري سيكون له شأن كبير منذ ربما يكون في 4-5 سنوات القادمة باش يكون عنده سيت كبير برشا جهات وبرشا حفلات 25 إن شاء الله نهار جمعة باش نقول للناس كل جيونا مريو الفضيلة نص يد خط الدنيا سخونة السراول الدنجري السبدريات لباس التقليد شاشية وسفساري علاش ليه يجي واستمتعوا معنا شيخوا معنا وربي شهد فضلكم وميكسي بكو وميكسي موزايك اللي ديما تسانت فينا وديما عند في الموعد بارك الله فيكم يعطيك الصحة فوزي بن غمرة شكرا عايش. سمير لوسيف فرحانة برشا اللي كنتوا معنا اليوم وغنينا مع بعضنا هكا في اللايف